إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار معبرا إلى الدار الآخرة، لا يبقى فيها أهلها إلا بقدر ما يتزودون لآخرتهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي وما للدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. وصح عنه أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه الدنيا أمم وقرون، وكل أمة بعث فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وآخر أمة من أمم الدنيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أقام الله عليها الحجة وأنار لها المحجة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به رسالاته إلى أهل الأرض. وهذه الأمة إنما هي قرون، وقد مضى منها إلى الآن 14 قرنا، ونحن نقارب انتصاف القرن 15. فلذلك لا ننتظر الآن إلا أشراط الساعة الكبرى، ومنها طلوع الشمس من مغربها، حيث تطلع من باب قبل المغرب هو باب التوبة، فإذا طلعت منه أغلق، فلا تقبل التوبة بعد ذلك لمن لم يتب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك منها رفع القرآن، فإنه يوشك أن يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف، وحينئذ لا خير في أهل الأرض بعده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وكذلك منها هدم الكعبة ونقضها حجرا حجرا، ومنها كذلك خروج الدابة في رمضان في الحرم، تخرج من صدع خلف الصفا، لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب، تقف في الناس فتخاطبهم فتعظهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومنها كذلك خروج المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه، وإني أنذركموه. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يصفه به نبي من الأنبياء، فذكر أنه كتب بين عينيه كاف فاء راء، أي كافر أو كفر، وأن إحدى عينيه كالعنبة الطافية، وأن الأخرى طافئة، وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، ولا يحل له أن يدخل مكة ولا المدينة، فعلى أبوابهما يومئذ ملائكة تعرض السيف في وجهه صلتا فلا يدخلهما.
وهو فتنة عظيمة، لأن معه نهرا يسير ومعه كذلك نار وجنة، ويبعث للإنسان أبويه حتى يكلمانه، ويمر بالقرية الخربة فتتبعه كنوزها كعاسي بالنحل، ويأتي إلى قوم مسلمين قد أضر بهم المحل فيصدقونه، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم ماشيتهم أسبل ما كانت ضروعا، ويمر على آل خصب فيكذبونه، فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتمحل، وهو فتنة عظيمة لا محالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا خصيمه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من فتنة المسيح الدجال. وكذلك من هذه الأشراط الكبرى نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، فإنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. ويقتل المسيح الدجال ويقتل اليهود ويسقط الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. وكذلك من هذه الأشراط الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق عظيم من خلق الله لا يدان لأحد بقتالهم، يخرجون من جهة المشرق فيحصرون المسيح ابن مريم والمؤمنين معه، فيأمره الله أن يحصن المؤمنين معه إلى الطور، ويدعو عليهم المسيح والمؤمنون معه، فيأخذهم النغف في رقابهم فيموتون موتة شخص واحد، وتمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم. فيستغيث المسيح ابن مريم والمؤمنون معه ويسألون الله، فيرسل مطرا لم ترى الأرض مثله، لا يكن منه حجر ولا مدر، فيحمل جيفهم ويغسل الأرض من آثارهم، وحينئذ تستعيد الأرض بركتها فتنبت ما لم تكن تنبته من قبل، وتكون اللقحة الواحدة تروي قبيلة، والبقرة الواحدة تروي بطنا، والشاة تروي فئاما من الناس، ويبقى ذلك في الأرض 7 سنين، ثم بعد ذلك تأتي ريح لينة تأخذ المؤمنين من آباطهم فيموتون، وتبقى حبالة أو حذالة من الناس كحبالة الشعير والتبر، لا يباليهم الله باله، هم شرار الخلق، عليهم تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجيني وإياكم أجمعين من فتنة المسيح الدجال. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن معرفتنا بهذه الأشراط والفتن التي ننتظرها في كل يوم إنما هو للمبادرة إلى الطاعات والأعمال الصالحة قبل أن يأتي الموت أو أن تأتي هذه الأشراط، فعلنا جميعا أن نبادر إلى التوبة النصوح، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نتعلم ما أمرنا بتعلمه، وأن نعمل بما أمرنا بالعمل به، وأن نبادر إلى ذلك قبل فوات الأوان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال 7، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، فقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والرجز يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والرجز يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والرجز يا أرحم الراحمين. اللهم إن عبادك قد تضرروا من هذا الوباء والرجز، وإنهم يرفعون إليك أيدي الضراعة، ترى مكانهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما في نفوسهم، فارفع عنهم هذا البلاء وارفع عنهم هذا الضنك والضيق يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم جازع عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.